اهلا 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 وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبهنا وبسعاده. بالمناسبه انا من الناس اللي بتضايق جدا لما الاقي رمضان بيخلص. الاغنيه بتاعت والله بدري بدري يا شهر الصيام دي من اكتر الاغاني اللي بتزعلني، بقدر ما هي اغنيه جميله بس فعلا رمضان خلص ازاي يعني؟ يلا الحمد لله على كل شيء. طيب، اقترب يوم موعود ومرجو في نفس الوقت، الا وهو يوم الثلاث بعد بكره. الرئاسة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، وده انتظارا أو تنسيقا تنظيما لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا اليوم يوم مختلف عن كل الأيام السابقة لنفس ذات الأمر، ألا وهو حلف اليمين الدستورية. في رأيي أنا مختلف، ومختلف اختلافا كليا في تفاصيله، في ظاهره، في باطنه كمان لو حبيت تسميها يعني بمصطلحات مسلسل الحشاشين وحسن الصباح. ليه؟ لأنه ما تقدرش تغفل رمزية المكان. المكان اللي هو إيه؟ مجلس النواب؟ لا، المكان هنا هو العاصمة الإدارية الجديدة. فرمزية المكان وعلاقته بحلمنا، بمستقبلنا، بمشوارنا في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة هو رمزية شديدة الأهمية، تستوجب إن احنا نلتفت إليها ونفهمها ونحللها. دي نقطة. النقطة الثانية، الوضع المختلف كمان، يعني انت بتتكلم على أوضاع كثيرة مختلفة، في منها أوضاع إيجابية جدا وده بعد انتظار وبعد قلق وبعد توتر عند 110 مليون مواطن من الوضع الاقتصادي اللي كان قلق الناس وما إلى ذلك، والدولار ورايح على فين وقصص وتفاهات وبلاهات الإخوان وهيبقى بمية وهيبقى بتمية، كل الكلام الفارغ راح إلى غير رجعة، والحكومة والبنك المركزي وطبعا الرئيس بنفسه بشخصه وبصفته قدروا ان هم يوفروا لنا وفره وحصيله دولاريه غير مسبوقه بالمناسبه في تاريخ البنك المركزي منذ ان اصبح الدولار هو عمله الاحتياطي. مربط الفرس يا ساده يا كرام، ويمكن سريعا قبل الفاصل، مربط الفرس هو انه العاصمه الاداريه الجديده تصبح من يوم الثلاث، خد بالك، من يوم الثلاث تصبح مركز سده الحكم، وده انتقال جديد. يعني خلي بالك انه بالمناسبة هي الافكار برضو، يعني تقريبا زمان مصر كانت بتتحكم من الأقصر من طيبة، في مرحلة اخرى كانت بتتحكم من ميت رهينة اللي هي منف، مرحلة اخرى اصبحت بتحكم من الفوسفات الفسطاط، وبعدين اتعمل لها امتدادات زي الطلائع على سبيل القطائع، انا اسف، على سبيل المثال، او زي ما بعد كده سميناها القاهرة، وتم تعمير اجزاء كتير حول المكان الذي نعرفه الان بالقاهرة. نفس القصة فيما يتعلق بالعاصمة الجديدة او العاصمة الادارية الجديدة، هي تعمير حول القاهرة وانتقال اداري للقاهرة. بالمناسبة العاصمة الادارية الجديدة هتلاقي فيه بعد كده ممكن يبقى في حاجة مثلا اسمها العاصمة الثقافية، العاصمة السياحية، العاصمة الاقتصادية، إلخ إلخ إلخ. هكذا تدار الأمور لو عاوزين الأمور تجري معانا ونسابق الزمن، لأن احنا في حالة سباق مع الزمن. بس أنا عايز أرجعك على مسألة إنه خطوة جديدة في مشوار بدأ من سنة 2014 لجمهورية جديدة. بيوم الثلاث احنا مش عارفين بعد ما الرئيس ان شاء الله يقوم بحلف اليمين الدستورية امام البرلمان المصري بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اكيد هيتكلم في موضوعات اكيد شديدة الاهمية، بس كمان لازم تبقى عارف انه من هذه اللحظة باذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاث فمجلس المحافظين اي محافظين مصر عمليا يصبحوا طبقا للدستور، طبقا للمواد القانونية، يصبحوا في حكم المستقيلين، وبالتالي هيبقى بالتأكيد في عندنا وجوه جديدة، دماء جديدة، فريش بلاد على رأي ما الجماعة الإنجليز يحبوا يسموا هذه الأمور. كذا الحال، يا ترى هل ترى الحكومة هيبقى شكلها عامل إزاي زي ما هي ولا تحصل تغيير؟ الله أعلم. تاني، أنا بأكد لك على كلمة الله وحده أعلم، ده نمرة واحد فوق الجميع. بعد كده الرئيس، ما الذي يدور في عقل الرئيس؟ أنا بقولك لا أحد يعلم، قد يكون ثلاث أربع أسماء فقط لغير، ومن أقرب المقربين وفي أكثر المناصب حساسية وبس. وإيه؟ وبس. فاصل ونكمل الكلام. موسيقى
عاملين ايه يا جماعة؟ كله تمام؟ أنا من الناس التي تظن أو عندها يقين وقناعة كاملة أنه كل ما هو مرتبط بكلمة حياة كريمة حلو. أولا الجملة أو الكلمة أو المصطلح أو الوصف، شوف عايز تسميها إزاي، يعني حياة كريمة شيء حلو، أن الناس تعيش حياة كريمة، ده واحد. اتنين، المشروع نفسه مشروع حياة كريمة، مشروع عظيم، إذا كان العالم كله أشاد بيه، إذا كانت الأمم المتحدة اعتبرته أهم مشروع اجتماعي أو أهم برنامج للتغيير الاجتماعي موجود في العالم الآن، ده على سبيل المثال للحصر. البرنامج نفسه بقى اللي بيعرض على شاشات المتحدة واللي بيقدمه زميلنا أيمن مصطفى برنامج لطيف جدا، لأنه برنامج إنساني إلى أبعد الحدود. وأيمن الحقيقة أنا بشوفه من وقت ما كان على تيك توك بالمناسبة، يعني فأيمن بيتعامل مع الناس بمنتهى الود وبمنتهى اللطف وبمنتهى الإنسانية وبسلاسة ولطيف وابن بلد وحبوب حلو، يعني عامل أداء حلو، أداء مختلف قد يختلف يمكن عن أدائي وعن أداء كل زمايلي، لأنه أيمن مش بيتعامل باعتباره مذيع، بيتعامل باعتباره بني آدم، راجل مصري بيتجول في شوارع بلدنا العظيم، مش كده أيمن؟ زيك الأول، كل سنة طيب ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب، الله أكرم. أخبارك إيه؟ كله حلو؟ والله الحمد لله بخير، طمنا عنك يا رب. لا طمنا أنت عنك وعن البرنامج الحلو ده. ربنا يخليك والله، يعني انا عايز اقول لك والله ان الشعب ده هيجنني والله بجد. والله العظيم الشعب المصري ده هيجنني. شعب جميل. هيجننك ليه بس قول لي؟ انا كل يعني كسر كل القواعد وكسر كل الاساسيات البديهيه، يعني بجد انا كل سنه بنبهر بالناس، يعني كل سنه ببقى نازل وحاطط ايدي على قلبي بقول الظروف صعبه والوضع بقى اصعب والاسعار غليت والناس بقت ظروفها وحشه، محدش هيعمل، محدش هيساعد، محدش مش هعرف اطلع حلقات كويسه. بتفاجئ ان كل سنه عن اللي قبلها لا، يعني اذا السنه اللي فاتت الناس بتساعد 20%، السنه دي 50%، السنه الجايه 100%. كل ما الظروف زادت كل ما الناس بتساعد اكتر، فانا ما بقتش عارف المعادله ماشيه ازاي بجد. يعني انا الناس حتى في كتير ناس بيقعدوا يكتبوا لي على الفيسبوك دي تنفيذيه، الناس متفقه، الناس عارفه. اقسم بالله العظيم يا جماعه انا ما في واحد في كل المواسم دي عارف ان انا يعني اللي بيعرف ان انا بصور انا بوقف الحلقه، يعني انا النهارده لسه مخلص تصوير، في اثنين عرفوا ان انا بصور، وقفنا الحلقات ما كملتش. بس انا عاذر الناس اللي بتقول كده، لان فعلا الموضوع مش منطقي. يعني انا حتى نفسي يعني ساعات حالات بخش عليها ولسه يعني الضيف الممثل اللي انا بعته على اساس اشوف هيساعده ولا لا. ايوه. ما كملش 10 ثواني الاقي طلع كل اللي في جيبه واداهول، يقول لي يا نهار اسود، طب استنى شويه، طب الناس هتاكل وش، الناس هتفكر ان احنا متفقين، طب يعني فكر شويه، طب قبل ما فيش. الناس بتساعد بطريقه انا ما بقتش فاهمها استاذ يوسف بصراحه، يعني الموضوع ما بقاش ليه منطق، ما فيش منطق في الموضوع. شعب غريب بجد والله، وشعب عظيم، والناس اللي في الشارع بجد عظيمه جدا. يعني احنا للاسف السوشيال ميديا ما بتصدرش الا في الغالب النماذج اللي مش كويسه، النماذج الوحشه، النماذج اللي، لكن في الشارع يا جماعه الشارع المصري مليان ناس عظيمه، محتاج ان هي تظهر وترجع لنا بقى يعني القيم بتاعت زمان والحاجات اللي اتربينا عليها والعادات والحاجات الجميله اللي احنا اتربينا عليها دي موجوده في الشارع، بس للاسف ما بتظهرش، محتاجه تظهر اكتر الفتره الجايه باذن الله. ده الموضوع، مش عارف بقى، يعني انت عاجبك الموسم ده ولا ايه؟ قول لي. جدا جدا، انت مش متصور. والموسم اللي فات كان برضه عاجبني جدا، وانا شايف ان هو موسم طبيعي. انا بستغرب ازاي الناس بتتصور ان ممكن ده يبقى تمثيل او انه متحضر، لانه ده معناه انه اللي كاتب ده هو مش فاهم طبيعه المصريين خالص. ده نهائي. ده حقيقه. نهائي. وبعدين يا استاذ يوسف خد بالك، والله انت لو جبت اعظم ممثل في الدنيا عمره ما يقدر يوصل لك المشاعر دي والاحاسيس دي، وهو بيعيط وهو بيبكي وهو عمرك ما هتحسه كده ابدا. انا اتحدى ان في ممثل يعرف يعمل دور زي ده بصراحه، يعني. لا المصري يمكن انت بتلمس ده وعارف ده، يعني المصري ارث حضاري مهول، الاف السنين عماله تتراكم جوه ذهنه وجوه تركيبته الشخصيه والنفسيه، فطبيعي ان احنا نشوف ده. عشان كده بقول لك انا بستغرب من التعليقات الغريبه. وانا هخليك تستغرب، انا من الموسم اللي فات مثلا مشغول جدا بالفيست اللي انت لابسه، فانا عايز اجيب منه،
بس انا يجي لك لحد عندك، انا قدامي يومين واخلص على خير ان شاء الله الموسم ده وهبعته لك. اغرب حاجه اتقالت لك اكيد في الموسمين دول. لا والله انا جبت اثنين جداد كمان السنه دي، كان في صار في شهر جبنا اثنين جداد كمان، فانا لا ابعت لك واحد والله العظيم. انت طولك كام سنتي قول لي؟ انا 180. 180 ماشي. أوه. هيمشي معايا مش هيقول لا. هديه. انا 176 مش هيقول لا. مش هيقول لا. لا مش هيقول لا. هو انا بجيبه ضيق شويه فهيبقى حلو عليه. حلو حلو حلو. وانا بحاول اخس فيعني هتظبط معايا الحكايه، هتظبط معايا. يومين وهتلاقي عندك كده خلص الموسم حبيبي. لا تعالى نرجع بقى بجد على البرنامج، لان انا الناس اللي بتحب البرنامج ده فعلا، وبالنسبه لي البرنامج ده بيفتح قدامي زوايا ومدارك كتير عن مجتمعنا العظيم. اكتر موقف لفت انتباهك جدا، يعني شوف انت عديت بكم موقف لحد دلوقتي، اكتر موقف لفت انتباهك وما بيتمسحش من ذهنك ابدا يا ايمن؟ بص هو كل قصه يعني كل حاله وليها قصه وليها وضع وليها مشاعر وليها احاسيس، وكل مره لما اصور حلقه بقول ايه ده اجمل حلقه انا شفتها وصورتها، انزل تاني يوم اصور الاقي انبهر بحلقه يعني اقوى من اللي قبلها، انزل تالت يوم اقول لا دي اقوى. انا ما بقتش فاهم، انا بقى جوايا مشاعر كلها متضاربه وكله داخل في كله، وانا ما بقتش قادر اميز وما بقتش قادر خلاص. انا عشت كل المشاعر في الشهر ده، فما بقتش بجد مركز. انا برجع ابص على الحلقات تاني والله بقول ايه ده، يعني برجع بقى ابص كده واحده واحده واتفرج واحده واحده بقول ايه ده الناس دي. يعني انا لما بوقف اصور معاهم انا ببقى في حته تانيه، غير لما بروح وتاني يوم وتتمنتج وتنزل بتفرج كمشاهد من بعيد بحس بحاجات تانية خالص غير اللي حسيتها. وانا يعني انا عايز اقول لك والله العظيم بتفرج على الحلقات بتاعت السنه اللي فاتت ولحد دلوقتي بنبهر. يعني مثلا الست بتاعت النهارده دي، الست غلبانه طيبه الحلقه اتعرضت النهارده معاش غير 50 جنيه كده، دخلت عليها الممثله عشان تطلب مساعده اديتها ال 50 كلها. طب اقول لها يا حاجه انت تديها ال 50 كلها، انت ماشيه على الله كده، انت لو تعبتي ولا دخلت هترجعي ازاي؟ قالت لي مش مشكله انا هستلف ورك بس سيلفي وتركب. يعني انت بتدي ال 50 جنيه للبيبي وهتروحي تستلفي عشان واحده انت ما تعرفيهاش؟ قالت لي اول مشكله ربنا اللي بيبعت. والاغرب من كده ان انا لما عرضت عليها ال 500 جنيه الاولانيه كمساعده هي ما رضتش تاخدهم. يعني شوف الاكل كمان ما رضتش تاخدهم وطلعت ال 50 جنيه وبقت ماشيه على الله. لما دخلت لها تاني واديتها بقى ال 50,000 جنيه وعرفتها ان احنا يعني البرنامج وكده وفرحت، عملت قلت اتك عليها بزياده واشوف اخرها ايه. عملت فيلم كده مش عارف انت شفت حلقه النهارده ولا قمت عامل حوار كده. قمت عامل حوار كده وخليت حد يخش لي من البرنامج على الكاميرا، هي مش عارفه احنا هي فاكره ان احنا خلصنا تصوير خلاص واحنا برنامج وانت كسبتي واحنا لسه دايرين. ودخلت حد من الفريق بتاعي يقول لي ان في حاله محتاجه عمليه بتر اهي قدامنا ومعناش فلوس استاذ زي ما نعمل ايه؟ كنا احنا بنصور ودخلت الحاله ممثل تاني تبعنا على اساس ان بنتها تعمل لها عمليه بتر. فقلت لها انا معيش فلوس يا حاج احنا صورنا اخر حلقه اهي والحاج خدت الفلوس. هي إيه طلعت نص الفلوس اللي هي لسه واخداها جايه. يا بنت الحلال يا حاجه انت بتطلعي بالالوفات بال 10 وبال 20,000 كده عادي. انت معكيش فلوس ما كانش معاك 50 جنيه تروحي. يعني انا مش عارف المنطق. هو منطقيا انا مش لاقي تفسير بصراحه. يعني انت خد بالك انت بتتكلم على 10,000 جنيه مع الناس دي يعني يوه. يعني لا طب وهي اصلا ماشيه ب 50 جنيه ومبسوطه يعني وبقول لها انت مش خايفه؟ تقول لا ده انا مبسوطه ومرتاح ده 50 جنيه ده رقم. لما واحده زي دي تطلع 10,000 جنيه لواحده هي ما تعرفهاش في الشارع عشان بنتها تعمل عمليه بكر، طب ده تسميه ايه؟ انا مش عارف. يعني انا مش عارف الناس دي بجد ملايكه ماشيه على الارض وهي مريضه وعندها شغل اطفال. هي الست دي وبتمشي بتعرف وبنتها مريضه وعندها شغل اطفال ومديونه وحالتها بالبله. طب انت انا مش عارف يعني انا مش قادر افهم بصراحه. انا خلاص انا ما بقتش قاعد بفكر. انا بقيت اتصور دلوقتي وما بركزش مع الناس لان منطقيا انا بصراحه مش لاقي تفسير للي هم بيعملوه ده في الظروف اللي احنا فيها دي وفي الاوضاع الصعبه اللي احنا فيها دي علينا كلنا. بس الناس دي بجد اللي في الشارع في ناس لا يعني ظروفها يعني تعبانه. ال 50 جنيه تفرق في حياتها. لما تطلع ب 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه لواحده ماشيه زيها في الشارع هي ما تعرفهاش. يعني انا مش عارف أقول. الناس دي عندها العزه والاستغنى من التعفف. يعني بس شوف يعني عزه واستغنى. يعني ده هم مش باقيين على حاجه يا استاذ. انا بقول انت ماشيه حاجه مطمنه تقول لي انا مطمنه. طب مش خايفه من بكره؟ لا مش خايفه من بكره. طب معاكي فلوس لبكره؟ اقسم بالله انا النهارده مصور مع واحد لسه مخلص تصوير حالا ماشي ب 2 جنيه ونص كوينات.
اقسم بالله ما معذب غير 2 جنيه ونص. هشوف الحلقه دي هتنزل الايام الجايه. بقول له انت ماشي ب 2 جنيه ونص وموظف على فكره وفي شركه كبيره عامل بوفيه هو. وكانوا دلوني عليه ولاد الحلال الموظفين قالوا لي ده غلبان واعمل شوف حاول تساعده. قلت لهم ما حدش يقول له حاجه هاتوه وانا هعرف اجيبه بالسكه كده كاني عايزه الشغل وبتاع وهصور مع الراجل. جاي لي ب 2 جنيه ونص ومبسوط وبيضحك. بقول له انت ماشي ب 2 جنيه ونص؟ بقول لي اه. اديته ال 500 جنيه وبعت له حد غلبان عشان يشوف هيسأل. اداله ال 500 جنيه كلها مع ال 2 جنيه ونص اللي في جيبه. طب ده انا ارجع اقول له ايه ده؟ مش عارف. هو قاعد يعيط يعني... ووالدته عليها قرض ب 70,000 جنيه وهتتحبس، ومراته عليها قرض. لا اله الا الله. اجهزه كهربائيه وهتتحبس. لا اله الا الله. غير مين؟ 2 جنيه ونص. انا مش عارف الناس دي انا المفروض اعمل معاها ايه؟ انا بقيت اتكسف من نفسي والله. وانا واقف والله يا استاذ يوسف مكسوف. لا انت افرح بانك ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب عشان الناس دي تقدر يعني تزيد الحمد والشكر كمان، فانت ربنا جعلك سبب واديك خدت الثواب يا عم. الحمد لله. مش عارف اقول لك ايه بجد، لانه فعلا البرنامج ده من البرامج الحلوه جدا جدا. ربنا يخليك والله انا مبسوط ان هو عاجبك. وانت جميل يعني بجد والله. ربنا يحفظك ويعزك ويزيدك يعني. ربنا يكرمك والبيت هيبقى عندك اول ما اخلص على طول يومين وهيبقى هتلاقي عندك. ارجوك ده بالنسبه لي من الطلبات الملحه. ارجوك ايمن. لا 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 والله انا عاجبني الفيست عليك يا عم، ربنا يخليك. انا عاجبني ان مكتوب عليه حياه كريمه. ف والله بجد فعاجبني جدا يعني. فكان انا بتشرف بيه والله. والناس كلها الحمد لله صدى الموضوع بقى في الشارع صدى حلو جدا. الحمد لله الحمد لله. ربنا يقدرنا ونوصل للناس كلها يا رب. يا رب كل التوفيق ليك. كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان وان كانت متاخره، وكل سنه وانت طيب بنسبه العيد الصغير. مقدما كل شكر كل الشكر ليك يا ايمن. ايمن مصطفى مقدم برنامج حياه كريم. الناس دي تخلينا نتكسف. الناس اللي في الشارع اللي بيقابلهم ايمن تخلينا نتكسف من نفسنا قوي 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 لابعد الحدود. قول قوي مليار مره. قول انا مكسوف مليار مره مليار مره. واشكر ربنا واحمد ربنا. والشكر شيء والحمد شيء بالمناسبه. اشكر ربنا واحمد ربنا على قد ما تقدر كل يوم، لانه ظروفنا جميعا على الاقل. خليني اقول انا مثلا وزملائي دول، انا وزملائي اللي بره، انا وزملائي اللي بس، او انا وجيراني، انا واهلي، الخ الخ، احنا ظروفنا احسن يجي مليون مره ملايين المرات من اهالينا واخواتنا اللي بنشوفهم مع ايمن في برنامجه حياة كريم. وأنا استأذنكم شوفوا البرنامج ده، هتلاقوه على كل شاشات المتحدة بالمناسبة. تشوفوه علشان تزيدوا من الشكر والحمد لربنا ونتكسف من نفسنا شوية. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ كله تمام؟ بالمناسبه انا اعتقد انه المصريين عموما احنا كشعب مصري يعني بنحب الصينيين. ليه؟ مش عارف يعني بنحبه. تحس بقى ان هم شبهنا، قريبين مننا، ما تعرفش. تحس ان هم شعوب عندها حضاره زي حالتنا، وعندهم بساطه كمان في تناول الامور كده زي حالتنا. عندهم ارث ذهني، ارث اخلاقي، عندهم ارث فكري الى اخره. وده حقيقي بالمناسبه يعني. ويمكن في جزء منها وجدان يعني. علاقه مصر بالصين علاقه كبيره جدا وقديمه جدا. ولو تتذكروا احنا في الستينيات كان عندنا بنت يانوسه مش عارف شايله البسبوسه. انا مش فاكر يعني، مش حافظ، ما بعرفش احفظ اغاني. والله احلوتي وكبرتي وبقيتي عروسه، يانوسه بسبوسه، بنت يانوسه يانوسه بسبوسه. وكنا كلنا بنحب الاغنيه دي بالمناسبه جدا. وبالتالي انا بعتقد دايما انه ما تفهمش، تحس ان الدم واحد يعني، احنا بنفهم بعض. ده بخلاف ان احنا عندنا مطعم صيني مهم جدا 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 في مصر من الستينيات برضو، بس ما اقدرش اقول اسمه. بتاع هانيان، ووالده كان صاحب والدي الله يرحمهم جميعا يعني. فهو علاقة الصين بمصر علاقة غريبة وعلاقة محببة الى النفس. فلما خدت بال انتوا خدتوا بالكم طبعا ان احنا في عندنا ممثل وفنان صيني يتحدث العربية على ما يبدو زي المصريين واحسن. هل نطقي للاسم صح ولا غلط؟ هو هيصححني. لي جا حكيم او لي جا حكيم. في المشهد
قدام حضراتكم مع نيلي كريم، وشفناه في يا بني اصلي مع احمد عيد، وشفناه في نيلي وشريق يعني وشفناه في عمهم مع محمد امام، ولالا لاند زي ما كنت بقول لكم مش ليه شريق، لالا لاند بتاع دنيا سمير غانم، وطبعا استاذ سمير غانم رحمه الله عليه يا رب، وشفناه في فالنتينو مع استاذ عادل امام ربنا يا رب يديله الصحه يعني. طب ما خليني اخد معايا على التليفون لي جا حكيم، او لي جا حكيم بس هو برضه صححني. ازيك الاول؟ اهلا وسهلا، مساء الفل عليك يا استاذ يوسف. مساء الفل عليك يا استاذ لي، ايه الهداوه والجمال ده؟ قول لي بقى الاول انا بنطق الاسم صح ازاي؟ اسمي هو اسمي بالصيني لي جا. لي جا بالظبط. اوكي، وحكيم؟ حكيم ده اسم العربي او اسم الاسلامي. الاسم العربي او الاسم الاسلامي. انت عايش في مصر يا لي؟ اه مظبوط. فعلا عايش بقالك قد ايه؟ انا جيت مصر وانا حوالي عندي 4 سنين، فلحد دلوقتي عايش حوالي 26 سنة. يعني انت دلوقتي 30 سنة. مظبوط. ربنا يمد في عمرك عقبال ما يبقوا 100 سنة ان شاء الله. جيت مصر ليه وازاي واحكي لي. هو الصراحه والدي من اوائل دفعات المبعوثه من الصين هنا، من الصين هناك يعني، عشان تيجي تدرس هنا في مصر في الازهر. وبعد كده استقرينا بقى في مصر، وبما اننا مسلمين يعني فالموضوع هنا بالنسبه لنا يعني تعودنا بسهوله، ف الحمد لله يعني. انا كملت دراستي برضو هنا، ف يعني الحمد لله الحياه يعتبر يعني تقفيل مصري زي ما بيقولوا. تقفيل مصري، تقفيل مصري صيني مشترك. انت درست ايه؟ انا كنت ماثكم في اكاديميه الشروق. اوكي ماشي، طب ده كويس خالص. ليه انت بتتكلم مصري مش لغه عربيه فصحى يعني، انت تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. بالمناسبه وده برضو مش عشان احنا بنتكلم في التليفون، انا بحب الاكل الصيني اللي بجد، مش الاكل الصيني اللي بناكله في المطاعم بتاعه مصر والمطاعم اللي في امريكا والمطاعم اللي في خليج، لا اكل صيني صيني. ما هو يعني مش عايز اطول على حضرتك برضو، بس ممكن يعني ابسطها لك. ايوه، اللي هو الاكل الصيني فيه حاجات بتبقى كوميرشال، اللي هو حاجات صح يعني امريكان شويه. ايوه، ودي بيبقى زي على راسهم زي سويت اند ساور والحاجات اللي ايوه اللي هي مش اورجانيك صيني، فبيبقى في فرق تيست برضو مختلف شويه. الفرق مختلف بالذات الاعتماديه على الصوصات والحاجات دي. ايوه، بس الاكل في الصين فعلا حلو قوي قوي قوي. وبعدين انا اصلي من هواة الاكل، مش طبيخ اكتر منه، بحب اكل. فبقى قعدت اتفرجت على وصفات الاكل الصيني في الاقاليم الاسلاميه في الصين، لا ده انا مذهل في الحاجات دي. بس عايز ارجع تاني بقى على التمثيل، من ماسكوم للتمثيل، ايه اللي وداك الحته دي؟ هو انا اصلا من يعني من وانا صغير كان يعني جالي كذا فرصه اطلع في كذا كوميرشال ادز، اعلانات كاراتيه وشيبسي تايجر. حلو. وحاجات زي كده، وبعد كده يعني جات لي فرصه اتعرفت على حد من المنتجين، عرفني على بقى الكروب بتاع كبير قوي. هايل. الجزء الثالث، ومن ساعتها بقى يعني حتى الانطلاق يعني الحمد لله يعني هي بتبقى رزق من عند ربنا برضو. الحمد لله. والواحد برضو بيحاول يعني على قد ما اقدر يعني ان انا افهم اكتر عن الاسلوب بقى وطبيعه التعبير باللغه العربيه بطريقه اللي هو فيها تاديه وتمثيل اكتر. فدي بقى بالنسبه لي كانت عليها شغل شويه. بس لا زلت مش معتمد على التمثيل كاكل عيش زي ما بيتقال. مظبوط. ايه الشغل الرئيسي؟ اكل العيش الرئيسي ايه؟ انا اوبريشن مانجر في شركه اول مصر. صح، طبيعي طبيعي. انا بسال سؤال ساذج قوي. صح. لا 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 بس فيعتبر ده شغلي الاساسي يعني. طب هايل جدا. ناوي تكمل في التمثيل لحد اخره يا لي ولا لا؟ والله الواحد برضو بعد لما اجتهد ومش عايز يضيع الحاجات اللي هو يعني حاول يتعلمها ويثبتها اكتر في قدام الكاميرا. فبرضو بالنسبه لي ان انا يعني ان شاء الله مكمل من ناحيه التمثيل كده كده، ومن ناحيه الشغل برضو يعني ما اقدرش ان انا اقول مره واحده افصل. عشان برضو بالنسبه لي هنا الدنيا مش احسن حاجه، عشان سنين برضو في شركه صينيه بيبقى
عليه ورك لود كتير شويه. ف ورك لود، وبعدين المرتب بيبقى حلو يعني. ما انا كنت بشتغل يعني اصلي في الاتصالات زمان، فانا عارف مرتباتها واوي حلو خالص. الحمد لله تاتش وود. ما شاء الله ما شاء الله. لا يعني انا معايا، لما هتحس انه التمثيل يقدر انه يخليك تمام ماليا، هل مستعد تتخلى ساعتها عن الشغل كموظف؟ بص يا استاذ يوسف، انا بيني وبينك يعني مقتنع، يعني والدتي كان دايما بتقول اللي هو من وهو صغير اللي يعني هو البني ادم طول ما هو عايش بيتعلم. صح. سواء في التمثيل بتعلم، سواء في الشغل بتعلم، واحنا الحمد لله يعني 30 يعني ها مره واحده 30 سنه عدت، فالواحد برضه حاسس ان هو عدى عليه عمر طويل، بس الحمد لله يعتبر لسه في المتوسط. فان شاء الله يعني ربنا يعني يدينا طولة البال ان احنا يعني يكون الاجتهاد النفسي طبعا، وان احنا نقدر نعمل حاجات اكتر في التمثيل وفي الشغل العام باذن الله باذن الله. لينا مش عايز اطول عليك، مش عايز اوجع لك دماغك يعني، لانك بما انك راجل موظف واوبريشن مانجر، فبرضه ده تايتل محترم في هواوي، فانا كده بقول اعلان غالبا بقول اعلان، بس مش مشكله عشان خاطر ليه. ما نشيلهاش ولا حاجه عادي يعني، ده حب العلاقات المصريه الصينيه دي علاقات تاريخيه. ليه انا بشكرك اولا، ده نمره واحد. نمره اتنين، عايزين نتقابل وتنورنا في الاستوديو ونقعد نتكلم، ونتكلم عن الصين ونتكلم عن مصر ونتكلم عن المتشابهات والمتقاربات، ونبتعد عن السياسه، خلينا فن وثقافه واكل وغنى ومزيكا وحاجات زي كده، ايه رايك؟ كده كده يا باشا ان شاء الله، ده هيبقى شرف كبير ليا والله. كده كده ده انا اللي اتشرف وتنورني، اشكرك جدا 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 جدا. كل الشكر للفنان والنجم الصيني المصري، زي ما بيتقال كده قال لك تأفيل مصري، لكن طبعا هو مقيم في مصر، منورنا على عيننا وعلى راسنا، واحد من اهلنا، لي جا حكيم. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. من ذا الذي لا يعرف سوسو؟ حد ما يعرفش سوسو؟ لا، ازاي بقى يعني؟ العيال كبرت، مسرحيه من المسرحيات الخالده، خد بالك يعني، مسرحيه خالده طبعا، خالده بكل نجومها، الباقين معانا ربنا يا رب يمد في عمرهم، واللي رحلوا عن هذه الدنيا فانتقلوا من رحمه الله الى رحمه الله، الله يرحمهم جميعا، كلهم نجوم. سوسو واحده من اجمل نجماتنا من حيث الشكل والمضمون بالمناسبه. سوسو حلم جميل لكل الولاد اللي في الدنيا، يعني الكل كان يتمنى ان يحب فتاه زي سوسو، في جمال سوسو، في رقه سوسو، في خفه دم سوسو، في رشاقه سوسو، الفنانه الكبيره النجمه ناديه شكري. ازاي حضرتك يا مدام سوسو؟ والله بعد اللي انت قلته ده بقى احرجتني جدا جدا. لا والله جميله الطويله الحلوه. لا والله رشا ما قالت لكيش انا بحبك؟ رشا مش هينفع، رشا اصغر مني ب 15 سنه، هنمشيها كده، بس لازم تكون رشا قالت لك يوسف بيحبك جدا. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب، يعني ده من ذوقك، وكفايه الكلام الجميل اللي قلته، وحكايه ان انا كنت حلم الشباب والكلام ده. طبعا طبعا الله يرحمهم جميعا طبعا، يعني ويرحمنا باحياء واموات يعني جميعا. وانا ميرسي ليك قوي، وتحياتي لكل المشاهدين، شكرا. ورمضان كريم، وربنا يسعد كل الناس يا رب، ويجعل كل ايامهم اعياد باذن الله. ده كفايه انك نورتينا في جودر، ودي حاجه رائعه. احكي لي الحكايه دي بقى. والله بص، الحكايه دي انا بقالي فتره شويه غايبه، يعني يمكن برضو يعني ظهرت ضيفه شرف في فيلم رحله 404 منى زكي، الفنانه الجميله طبعا محافظ الالقاب، والاستاذ الكبير المخرج استاذ هاني خليفه. هاني خليفه. فمن بختي ان انا حقيقه يعني السنه دي كده نزل لي حاجتين ورا بعض، ضيفه شرف، بس الحقيقه يعني من في اعمال بتعلم يعني. صح. سواء الرحله 404 سواء جودر. جودر كان بالنسبه لي انا اما جالي الدور شفت فيه هيبقى له نجاح، بس ما كنتش متخيله الكم ده الصراحه، يعني كنتش متخيله قوي كده. فطبعا ده راجع لانه المخرج مع احترامي طبعا يعني محافظ الالقاب ليهم استاذ اسلام
خيري والفنان الكبير استاذ ياسر جلال. حقيقي المقابله بتاعتهم واحساسك ان انت داخل على ناس جميله كده بتقدرك وبتحبك، ومش بس انا على فكره ده بيعملوا كده مع كل حد في المكان، يعني مع كل الناس، مع المجاميع، مع اي حد، بيحسسوك ان انت داخل مش داخل تتوتر، بيريحوك وبيدلعوك وبيحسوك بقيمتك وبيساعدوك وبيدققوا معاك في التفاصيل ويساعدوك فيها. فده خلاني كده زي ما تقول كنت بمثل وانا رافع ايديا يعني. فده من ضمن اسباب النجاح طبعا، انك الواحد يجي له بخت انه مع مخرج فاهم وواعي وحبوب كده، ومع فنان كبير زي الاستاذ ياسر القمر ده اللي بيدلع كل الناس، وكمان الكرو كله. ان انت مش متخيل يعني ما شاء الله الله اكبر، مش عايز احتتهم. نجاح العمل ده ناتج على ان كل الناس لانها كانت بتتعامل بحب قوي قوي قوي، كلهم من ملاء، من ازياء يعني، من كوافير، من ماكير، من كل الناس في الاستوديو والمساعدين، من كله حابب بعضه، فبالتالي الحب ده ظهر فعلا في العمل ده جدا والعمل فعلا حلو يعني. انا شفت منه اربع حلقات لحد دلوقتي يجننوا بجد، ربنا يعني يبارك لهم. يعني حاجه جميله، وده نتيجه الحب اللي موجود. يعني ما تحس كده ان يعني انا من بختي ان انا في العملين دول اللي ورا بعض قابلت ناس فعلا حسيتني ان الدنيا بخير، وان الناس بتوع زمان يعني في منهم دلوقتي فعلا لسه موجود منهم يعني. صح بس هم يا بختهم برضه. من بختي والله. هم يا بختهم. لا والله ده من بختي. وطبعا هو الدور كان صعب عشان حكايه اللي الناس، كان على فكره في ناس علقوا على ان انا صلعه وكده، انا قلت لهم انا مش صلعه ولا حاجه، الصلعه دي متركبه بعبقريه طبعا، دي الشخصيه يعني. طبعا والسيليكون اللي في وشي اللي عمل المكياج ده، لا يعني، واللبس كل حاجه في المسلسل ده ما شاء الله معموله بدقه فظيعه جدا. صحيح. ما شاء الله ربنا يبارك لهم، ده من بختي على فكرة الحمد أهم لله. أهم حاجة بس العالمين. ما تقطعيش بينا يعني، مش بقى كل الله. شوية كده كل فترة والتانية لا، احنا عايزين على طول على طول على طول على طول. ان شاء الله والله ادعي لي بقى، ادعي لي دعواتكم ودعوات الناس ان شاء الله. كمان ان انا جمهوري وحشني يعني جدا. حضرتك اللي وحشتينا قد الدنيا. الله يخليك الحمد لله، ده حب من ربنا والله. حبكم ليا ده من حب ربنا ليا الحمد لله رب العالمين. يا رب يديم المحبة دي على حضرتك، ونورتي جودر ونورتي شاشات التلفزيون مرة تانية، ونورتينا بصوتك الحلو في البرنامج. كل الشكر لحضرتك، كل الشكر نجمتنا وفنانتنا الكبيرة أستاذة نادية شكري. جودر فعلا مسلسل حلو قوي قوي، مش بس عشان ألف ليلة. جودر معمول حلو في الكتابة جدا، جودر إخراجه رائع، ياسر جلال شهادتي فعلا والله العظيم هي شهادة مجروحة، بس ياسر ده ممثل عظيم. فواز كمجرة العادة عبقري مذهل مختلف. تيجي تقول لي ده أصل كان طالع في الدور ده شرير، وأصل ما هو دي عبقرية فواز، إنه بيدي لك الشر بزوايا مختلفة. يعني فواز في حق عرب غير فواز في جودر، صح ولا أنا غلطان؟ أظن إن أنا صح، أنا دايما صح بالمناسبة. طيب تعالوا نروح لحق عرب. وحق عرب طبعا يعني بطلته دينا فؤاد أصبحت متصدرة الترند بتاع تويتر سابقا اكس حاليا، لأنه كل الناس بتكتب على تألقها في أدائها في مسلسل حق عرب. خلينا ناخد معانا على التليفون المتألقة دوما دينا فؤاد. ازيك يا دينا؟ ورمضان كريم. يا يوسف كل سنة وانت طيب، ورمضان كريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية يا رب. دينا انت دايما بتدلنا أمل إنه المذيعين ممكن يبقوا ممثلين شطار في يوم من الأيام. يا انت بترجع لورا قوي يا يوسف. لا ده يدوب من 3 سنين، ما تقوليش فيش كلام من ده. أنا آخر لقاء كان معاك كان في 2014، كنا في أون تي في سنة 14. صح، كان في الصياد. بعد الصياد على طول. صح صح جدا 100%. احكي لي على، هل كنت متوقعة انه ادائك ما شاء الله تاتش وود انه يصل لمرحلة ان انت ترند على اكس او تويتر سابقا يوم واثنين وثلاثة؟ بصراحة لا، بأمانة الله لا. يعني انا كنت بجتهد وبدأت اشتغل، يعني وانا بقرا الدور صعب، وانا بشتغل المشاهد الدرامية المشاهد صعبة
فانا بقيت عماله اجتهد على قد ما اقدر، لان الموضوع بقى بالنسبه لي يا هتعمليها حلو قوي يا هتبقي بدل ما مصر كلها الحمد لله او نقول 90% من الناس بتقول عليا هايله، 90% من الناس هتشتمني وهتبهدلني على الاداء الوحش، لان المشاهد لو ما اتعملتش بشكل حلو قوي هتبقى وحشه قوي وهتبقى شكلها فيك قوي. فانا عملت كل اللي اقدر عليه، كان عندي اصرار غير طبيعي ان انا انجح بالدور ده. لكن ردود الافعال اللي شفتها لا، يعني بصراحه ما كنتش متوقعه ان للدرجه دي، يعني عايزه انجح بس ده نجاح مختلف، يعني نجاح بشكل مختلف خالص على اللي انا شفته قبل كده. طيب انا عايز تفكريني باسم مسلسل انت عملتيه كنت طالعه فيه بدور زوجه قررت انها تخاوي الجن، انا مش فاكر اسم المسلسل. جمال الحريم. جمال الحريم ده برضو من الادوار الصعبه بس جدا كده. جدا بس علشان ده حته الدور تستاهلي عليه ألف سقفة. الله يخليك يا رب. بجد يعني انت بتتكلم، لان هو فعلا كان دور صعب قوي قوي واشتغلت على نفسي فيه قوي، بس هو كان اوف سيزن فما نجحش نجاح او ما اتشافش بالشكل القوي. ما خدش كفايته. ما خدش كفايته. لكن انا بلاقي ناس كتير قوي لما تطلع تقول لك دينا فؤاد يا جماعه عامله دور هايل بتنافس بيه دورها في جمال الحريم، يعني صح. دايما يرجعوا لجمال الحريم. صح، انا اتفق جدا، لانه كان ادائك في جمال حريم مذهل، وانا اظنه كان اداء واقعي جدا ما فيهوش اي افوره على الاطلاق. انا دايما كنت ملبوسه بجد بجد. لا بعد الشهر انا عايز اقول لك انا من الناس اللي ما بتخافش من حكايه العفاريت والجن وبتاع. لا انا عادي، يعني انا تمام، انا لو طلع لي عفريت هبخ في وشه، بس انا فعلا قلقت وانا بتفرج، وده جد مش هزار. جالي مره المنتج الفني للمسلسل بتاع جمال الحريم فتحي اسماعيل، لقيته بيقول لي دينا رجاله بشنبات في المونتاج بيتخضوا منك. فقلت له لا بجد، قال لي والله العظيم بيتخضوا، ما بتطلعي بيتخضوا. قلت له طب الحمد لله ان انا مقنعه، لان برضو صح النوعيه دي من الادوار يا تضحك الناس وتقلب كوميدي، مزبوط. يا يعني يبقى رد فعلها زي ما يقنعك جدا وتقلق بجد، يا اما هناخدك بقى تريقه رايح جاي والمصريين ما يتوصوش. طبعا ما يتوصوش. احنا اصلا لما بلاقيش حاجه نتريق عليها بنتريق على نفسنا. احنا ايه، احنا اخر روقان. دينا كل سنه طيبه ورمضان كريم، وربنا يوفقك كمان وكمان اكتر من كده مليون مره. كل الشكر لزميلتنا السابقه باعتبارها كانت مذيعه زميله زمان معانا قريب بلاش زمان دي، وطبعا الفنانه والنجمه المتالقه دينا فؤاد. فكروني بكره اكلمكم شويه على الحشاشين، لانه مسلسل حلو بكل المقاييس، وسيبك من الخبط عمال على بطل فيه. اولا بصوا يا جماعه، تعالوا نتفق على اتفاق، محدش طلع من صناع الحشاشين وقال ان دي وثيقه تاريخيه، عشان بس نبقى متفقين. محدش طلع من صناع الحشاشين، لا الشركه المنتجه ولا عبد الرحيم كمال ولا بيتر ميمي ولا كريم عبد العزيز ولا احمد ولا اي حد، قال دي وثيقه تاريخيه. يا جماعه قالوا من وحي، خد بالك من وحي التاريخ بس كده خلاص. ادي واحد. اتنين، ده مش باللغه العربيه الفصحى يا عم، وانت مالك، انا حر. ثانيه واحد والله شفت واحد بيقول لك ايه، جماعه لازم نراعي انه ده كان في مرحله معينه وكان في بلاد فارس والدوله السلجوقيه. انت عايزني اتكلم فارسي؟ ما لو هي كده يبقى اتكلم فارسي بقى، مش اتكلم مصريه عاميه ولا اتكلم لغه عربيه فصحى بالمناسبه، هتكلم فارسي مثلا يعني. طيب يجي يقول لك واصل كريم مش ان أو... اللي هو انت عايز كريم يطلع يقول لك انا حسن الصباح وبتاع واداء ركيك؟ لا طبعا، كريم عمل اداء عبقري، اداء بني ادم، اداء انسان عادي. بالمناسبه كل الممثلين في المسلسل ده ادائهم حلو، لان هم خرجوا بره الجلباب والعباءه بتاعه الاداء المسرحي اللي بيحتم في بعض الاحوال شكل من اشكال المبالغه في طريقه الاداء وفي منطوق الالفاظ وفي الكلمات وفي الصياغات اللفظيه، وده خرج بيه عبد الرحيم كمال بره القصه دي وبرافو عليه. اتنين، الاداء نفسه بتاع الممثلين اداء شديد النضج، وانتوا عايزينهم بقى واحد يروح وها ويبص في الاضاءه 9 ساعات وبعدين يرجع لك يبص لك يعمل لك كده عشان يبقى كده الحق احنا عملنا التاريخي. ايه الكلام الهقص ده؟ ايه الهقص ده؟ الاداء الانساني اللي عمله كريم عبد العزيز في شخصيه حسن الصباح، وكنا لسه بنتكلم فيه انا ومحمد فتحي يونس، وهو بيحكم على ابنه
حسين بالإعدام قدام عينه وعنده الصراع الداخلي جوه بتاع الأب، فعينه واحدة بتلمع والدمعة هتنزل، لك الدمعة هتفر من عينه، ده صراعه الداخلي كأب وكإنسان. وفي نفس الوقت ازاي احكم قلعة الجبل واحكم الناس دي؟ عمل حتة أداء، لا في أفورة ولا وقع في العاطفة ولا تشدد في العنف. بصوا بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى لازم فعلا نتكلم على الحشاشين حبتين حلوين، لأن المسلسل يستحق ده. وتاني ما هياش مسألة دفاع عن الحشاشين، لا 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 خالص، مسألة يلا بينا ننزل على أرض الواقع ونتناقش راجل لراجل زي ما بيتقال. على كل خلصت الحلقة لحد كده، بكرة إن شاء الله هنكون معاكم في نفس الميعاد لو كلنا العمر، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.